مرحبا مستر عمر، اهلا وسهلا. سامع عنك من زمان. اهلين. اهلا بيكي. Once again, as you know, my name is عمر هدايا. I'm here to see سلمان منصوري، فلو سمحت ممكن نشوفها دلوقتي. This is really funny. انا سلمان منصوري، جاي تشوفني انا سلمان منصوري. اوكي. ما عنديش وقت الكلام ده. I have no time for jokes. I'm really in a hurry and I need to see سلمان منصوري. مش انت. Are you okay, Mr. Omar? What's wrong? You okay? I'm fine. You okay? Can you please, لو سمحت ممكن تروح تجيبي سلمى منصوري اللي انا عارفها؟ مش فاهمة ايش عم تحكي. انا سلمى. اوكي، انت سلمى منصوري. اكيد. اوكي. السلمى منصوري اللي انا اعرفها واللي عايز اشوفها دلوقتي شريت منها لوحة محمود سعيد اسمها جزيرة سعيدة ب2 مليون دولار، وانا متأكد جدا جدا ان انت ما خدتيش 2 مليون دولار مني، فممكن نخلص بس. This is not possible. انا شريت اللوحة للفنان محمود سعيد لهابي ايلاند، صح؟ انا شريتها، هلا خلصت عليها الانشورنس عشان اوديها على بيتي بكندا. You are not the person I'm talking about. Okay? It's not about money. مش الموضوع مش عبارة عن فلوس. أنا عايز أشوف سلمى منصوري اللي أنا أعرفها. شعرها أسود. بليز حافظ على الفاظك. مش طولي خالص. أنا عارفها كويس يعني. أنتِ مش سلمى منصوري اللي أنا أعرفها. وأكيد زي ما بقول ما خدتيش مني 2 مليون دولار. يعني أنا عندي اللوحة في البيت. أوكي؟ مش ممكن تكون عندك اللوحة في البيت لأنها عندي من المكتب. تفضل تشوفها. You're welcome to see it if you want. أقدر أتكلم بثقة عن العملية الجديدة بعد ما أمي رجعت من السفر. العملية هتكون في صالة مزادات في قبرص. أمي خدت شغلانة بسيطة جوه الصالة عشان تكون عينينا جوه. أمي. دي صور كل العملاء اللي دفعوا تأمين المزاد اللي جاي. وعملت لكم فولدر في كل المعلومات عن كل واحد فيهم، تقدروا تطلعوا عليه بعدين. كارما، هتختاري مين؟ هو ده التارجت الجديد، عمر هداية. واو، ده شاب زي القمر. يوسف هيكون له أكتر من دور في العملية دي. أول حاجة هيعمل لنا صورة طبق الأصل من لوحة محمود سعيد، وتاني حاجة هيمارس هوايته المفضلة في الحياة، أكيد أنت عارفها. هاي درينك. درينك. Good evening. Today I made a reservation for a limousine in the name of Mr. Omar Hidayat. Please. Can I cancel this reservation? Exactly. Thank you very much. هنعرف ميعاد وصول طيارة عمر على مطار لارنك. يخرج يلاقي جمال في انتظاره. وفي نقطة التقاطع اللي اتفقنا عليها يجي دورك يا زازا. خلي بالك! المزاد هيبتدي بعد دقيقة. Good luck. Thank you. Congratulations to Miss Salma El Mansouri under number 7 for purchasing Happy Island for $2 million. أنا اشتريت اللوحة اسمها سلمى المنصور. تعرفوا لي كل المعلومات عنها وساكنة فين. ولو نازلة في أوتيل احجزوا لي في نفس الأوتيل اللي هي فيه. بعد كده سيبوا الباقي عليا.
She stole your identity. She stole your name. She stole everything. Shakira, she's very courageous, huh? قصدك ايه؟ قصدي مش شكلها she only stole your money. كمان شكلها سرقت قلبك كمان. أول مرة. أول مرة بنتصب عليك هيك؟ تعرف هذا اللاين اوف ورك دائما بنتصب عليه، يعني بالاوكشنز بالفن وبالانتيكس. وي ار اولويز تارجتد عشان حبنا وشغفنا لهذا الفن وكيف نحن عم ندفع مصاري كثير، فبصير النصب كثير سهل للاسف يعني. بس انا مش من النوع اللي بيسيب حقه. انا حارب علي هالدنيا على ايها واخليها تدفع ثمن غالي قوي. سعد 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 حب عمري وعشاء الحاجات وحب كل الناس وأدي بالإحساس أحس جوايا بميت ألم ميت ألم يملى السكات. سعد تسلم. يويو انت فين يا اخي؟ تعبتنا معاك. اين انت ايها الجو؟ بقول لك ايه، على مالك وعليهم والنبي يا جيمي، احسن شقينا لحد ما شفناهم. قلت لي بس هات هات بقى علشان روحي ترد فيا كده. روحي ترد وهي دي اول مره يا زازا؟ لا يا كارما يا نور عين زازا، مش اول مره، بس كل مره بتبقى كانها اول مره. اول ما بشوف الفلوس كده ما اقولكيش روحي بترفرف كده وتهفهف. يسلم لي مخك اللي يستاهل الالماس. على فكره عايز اقول لكم ان الواد الموصلاتي لدع نص مليون ابن ملعونه. نعم، الاتفاق كان ان احنا نديله الفلوس في قبرص يديها لنا هنا في القاهره وياخد ربع مليون بس. كان يا كارما، عمل عليا فيلم هندي وبيقول لي اصل مشددين ومراقبين ومفتشين، ده غير ان بيقول ان في عيال اخدوا منه فلوس اكتر المره دي. بصي مش مهم، في داهيه، هو دونه واطي صحيح بس بينفعنا في الاخر يا كارما، على الاقل ما بنتلطش واحنا رايحين نصرف شيك من البنك يا باظ. يوسف يعني ايه مش مهم؟ ديل از ديل. كبري دماغك يا كارما، احنا سلمناه الفلوس في قبرص، سلمها لنا هنا في مصر على ميه بيضة. طب ايه بقى؟ مش هنقسم الفلوس ولا ايه؟ انا بصراحه مش قادره. قبل تقسيم اي فلوس تشيلوا حساب سيد على جنب. الله عليك يا كارما يا بنت الاصول. وحق ربنا 5% حق ربنا عشان يرضى علينا ويبارك لنا كده. زازة بتاعت ربنا. وحق العجل اخده من هنا. انا قلت لكم اهو، مش كل مره ادفع حق العجل انا. يا باي عليك، ما انت لاهف على قلبك فلوس قد كده، جت على ثمن العجل يا نتن. خلي ربنا يسترها معانا ويعديها دايما على خير. يلا هات بقى، خلي روحي ترد فيا. الله. بقولك ايه يا جو، اخبار الزباين الجديده ايه؟ زباين جديده؟ احنا لازم نكن اليومين دول ونبعد عن بعض الفتره اللي جايه. ليه يا كارما؟ ليه الفال الوحش ده؟ ايه اللي نكن؟ احنا رحنا في اخر بلاد الدنيا ورجعنا بألف سلامة، لا من شقاف ولا من دري، إيه اللي هيكننا بقى؟ هي دي أصول الشغل يا زازا، ملهاش دعوة العملية كانت فين وعلى مين، إحنا بعد كل عملية لازم نبعد عن بعض شوية. هو ده الكلام. يلا شد حيلك يا جو، شوف بقى الشغلانة الجاية هتبقى فين. عينهم لي معاك والنبي. الله الله الله. مش عارف اني هحن لكل لحظه قضيتها معاه. الوحيد اللي كان لما بيتكلم كل حاجه فيا بتسمعه، لما بيسكت كان بيبهرني بسكوته. حضن عمر وكلامه عن العيله لعب على الجرح اللي جوايا، على الحزن المداري ورا ملامحي. ما قدرتش امنع نفسي اني احبه، رغم ان قواعد شغلانتنا بتقول انه ما ينفعش يبقى في اي مشاعر تجاه اي هدف.
قواعد انا حطيتها وانا اللي هديتها.